بما ان احنا بنتكلم على الناس ووجودهم معانا، انتوا عارفين دايما اقول انا احب احتفل باعياد الميلاد اكتر ما احتفل بذكرى الرحيل. فعيد ميلاد راجل كيفما انا عمري ما قابلته وكيفما قرات وسمعت عنه، من اكتر شخصيات نبلا، مش بس خفه الظل وحب الفن والنبل. رحمة الله عليه جورج سيدهم. معانا مدام ليندا زوجة الراحل الجميل العظيم النبيل جورج سيدهم. اهلا بيك يا فندم. مدام ليندا زوجة الراحل الجميل، مدام ليندا اهلا بيك. اهلا ازاي حضرتك؟ ممكن وبعدين في جمالك يا استاذ يوسف. ايه ده يعني. يا بختي، ده كلام كبير جدا عليا والله. وبعدين في جمالك يا فندم، ربنا يخلي. انا عايز، لا 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 لا، دايما كده معبر وبقلب نقي وصادق وصادق. ده شرف ليا يا فندم والله العظيم، يعني كلام حضرتك ده عندي كبير جدا جدا جدا. انا كمان عايز استاذن نوطي التلفزيون عشان اعرف اسمع حضرتك كويس. طب كده سامعني كويس؟ ده كده حلو جدا قوي خالص. طيب خلاص كويس كده. مدام ليندا، انا وكلنا محدش يقدر ينكر البصمه اللي سابها استاذ جورج على السينما وعلى التلفزيون وعلى المسرح، لكن انا دايما زي ما كنت بقول لفت نظري جدا كل اللي سمعته عنه في اطار انه رجل في منتهى النبل، ودي الحاجه اللي انا عايز اسال عليها. ملامح نبل العظيم جورج سيدهم الله يرحمه. فعلا يعني حكمت فقلت يعني. يا بختي. حقيقي حقيقي. مجملني جامد والله. انت عارف، انا هقول لك حاجه. اتفضلي يا فندم. يعني انا هلخص لك، انت عارف جورج ليه كلوزست فريند. استنى، الصوت يعني الصوت عامل قوي على فكره. نعمل ميت خالص، سامعني كده كويس قوي؟ كل ما هنوطي اكتر كل ما يبقى احلى. لا انا شلت الصوت خالص. طيب ماشي، يبقى صوت حضرتك منور الاستوديو كده. جورج ليه صديق اسمه كمال دافش، كلوزست فريند، يعني صديق منذ سنين عقود، يعني اقرب واحد الزمن. وده كان بالظبط، هو مقيم في لندن واردني الجنسيه. وما زالت الأسرة حتى معايا لغاية دلوقتي، يعني أسرة رائعة جدا. المهم إنه ده بيكتب شعر ويتكلم 7 لغات وحاجات كده، يعني مستر كمال دافش رئيس الشركات عالية في العالم كله للطيران. أيوه. شخصية برؤيكي كان يحضر عيد ميلاد جورج، لازم يقعد أسبوع مع جورج كده، ويعني عارف بذكريات ويفكر جورج، لا فاكر لما رحنا الرحلة الفلانية ولما رحنا. الحقيقه كان انسان رائع، فهو بيكتب شعر رائع. بناء على كلمه النبل، يعني هو كتب باراجرافات لجورج. عايز اقرا لك حاجه بسيطه، يعني باراجرافات بسيطه قوي. هو كاتب كتير جدا جدا. يقول له يعني في طبعك الكرم والحنيه، ما عندكش حتى حته انانيه، كل اللي في جيبك لاصحابك حتى عيونه تاخدها هديه. وبعدين يقول له ايه؟ يقول له ما يشتكي ولا مره يلوم، مهما قاسى من المقسوم، عمره ما يغدر دايما يعذر، ما ظلمش في يوم ويبات مظلوم. يقول له عمره ما يطلب دايما يدي، بسيط في امره وطبعه ودي، لا يتكبر ولا يتجبر، ما يقولش انا والطوفان بعدي. لان فعلا حتى يعني كتيره جدا الكلام، كتير جدا جدا. بيصون عهده ما عمره يخون، مأمون دايما مخلص بجنون، تلقى الصديق في وقت الضيق، وانهان عليك عليه متهون. مهما قلت لك باراجرافات جميله قد ايه، هو هو ولا يتغير، لا ينسى ولا يوم يتنكر، كل ما حكيته لقيته معدن ذهب صافي مكرر. والله ده هو احلى من الذهب بصراحه. يعني لا كتير الباراجرافات، مش عايزه اطيل عليك. يعني الحقيقه حلمه يفضل للناس محبوبهم، وتنور شمعه فنه دروبهم، يعيش في الوجدان طول الزمان، ويقرا اسمه جوه قلوبهم.
شعبه وحبه وقدر عطاه والوطن العربي وراه، ينسى همومه ويسلى همه من خفة دمه في المسرح هواه. يعني سامعني حضرتك؟ سامع طبعا، انا قاعد مركز يعني، قاعد عمال بسمع. الناس كلها تعرف عنه حب الوطن وعشق الفن، عنده الحبيبين اغلى من العين فعلا، وبقوا الاثنين حته منه فعلا. جورج يعشق الوطن، كان وهو لما يبقى مسافر وراجع في الطياره كان يقول للمضيفه بسرعه هاتيلي اشرب ميه النيل، بسرعه بسرعه وحشتني ميه النيل. لا رهيب جورج، يعني في كل، يعني جورج تجده يعني ان قعدت معاه واحد غريب لسه يقعد معاه اول مره يحس انه ده اخوه ده حبيبه ده صديقه، يعني بيكسر اي حواجز حتى بينه وبين، حتى في مرضه في اعياد ميلاده اللي كانت بتتعمل. كم من يعني الفرح اللي بيبقى كان عند اللي حاضرين كلهم فرحانين جدا، وهو فرحان جدا بيهم ويعبر بمشاغبات حركات كده بتحصل. لا لا جورج كاريزما الحقيقه، مهما اتكلمنا عنه وعن التزامه وعن صدقه وعن اخلاصه وعن كرمه وعن انسانيته وعن مش عارفه اقول ايه الحقيقه، يعني كلامي يمكن يكون مجروح لكن خالص. انا صدقني مش بتكلم عشان جورج، لا خالص نهائي، لكن دي حقائق جورج عاشها وبيعيشها وما زال في الوجدان يعني، ومحبه الناس على راي اللي قال تاج فوق الراس يعني. صحيح، يعني مهما قلنا فمش هقدر اعبر انا حقيقي يعني، اصل يعني انا الاحظ هو عايش في وجدان الناس وفي ذكريات، يعني في ذاكرتهم دايما صدقني جدا، يعني ما يذكر اسمه الا بكل خير، يعني لا توجد شائبه على اسم جورج بكل تاريخه طول الوقت حقيقي. انا الاحظ اصلي حاجه، انه في اجيال زي ولادي على سبيل المثال ما شافوش استاذ جورج وهو بيمثل، يعني ما راحوش المسرحيه، لكن هم شافوا الافلام اللي موجوده، والولاد دول بيحبوه حتى هذه اللحظه وحافظين اسمه وبينبسطوا لما يشوفوه. فانا بظن انه هي دي روحه طالعه طول الوقت واصله، لانها صادقه، روح ما بتكذبش، روح حقيقية كده زي ما يقولوا. أيوة عارف، لأنه جواه طفل، جورج جواه طفل صادق مش بيمثل. صحيح. يعني هو تفكر إن جورج بيمثل، أنا قلت لك هو لا يتغير، هو أي كده مكان حطيته هنا 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 جورج هو وبتحس إن هو طفل جواه طفل فعلا. وكان يقولوا له وإحنا في لندن يعني في اثناء فتره العلاج، ايوه يقولوا له احنا يعني السمايل بتاعتك عمرنا ما شفناها في مريض ابدا قبل كده، استحاله يلاقوا ضحكه رايقه وحلوه كده. صحيح، ضحكه ورايقه حلوه كده استحاله، او نادره جدا قوي خالص، زي بالظبط كده النبل الذي اصبح نادرا جدا قوي خالص. مدام ليندا انا بشكرك جدا جدا على قبول المكالمه، وبشكرك على مجاملتك اللطيفه والرائعه لبرنامجنا ولشخصي المتواضع. اشكرك جدا 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 مدام ليندا، زوجة الراحل الجميل الرائع العظيم النبيل جورج سيدو.